وبالعودة للحديث عن مستقبل المسيحيين في العراق وسط استمرار الانتهاكات ضدهم والفوضى الأمنية والفقر الذي يدفعهم للهجرة، معنا عبر الهاتف من أربيل النائب السابق جوزيف صليوة. أهلا بك معنا سيادة النائب. تحياتي الطيبة لكم جميعا، شكرا جزيلا. أهلا بك أستاذ صليوة. يعني الكاظمي دعا المسيحيين للعودة إلى العراق، هل تعتقد أن هذه الدعوة واقعية، وهل يستطيع الكاظمي بالفعل توفير الحماية لهم أو لغيرهم؟ بمناسبة الأعياد المجيدة أتقدم بأخلص التهاني والتبريكات لجميع العراقيين وللبشرية جمعاء، متمنية لهم الأمن والأمان والسلام. في الحقيقة هذه الدعوات لا تتجاوز حدود الإعلام، فمن تركوا أرض الآباء والأجداد ليس تركهم لها ليست لأسباب ذاتية، بقدر ما فرضت تلك الأسباب وأجبروا الناس على ترك البلاد ما بين النهرين. فبالتالي أسباب تركها هي هنالك أجندات خاصة من أجل إفراغ البلد من هذه التنوع وتهجير أصحاب الأرض الأوائل من الكلدان السرياني الآشوريين، ولا يزال هذه الأجندات قائمة. هذا أولا. ثانيا، السبب الثاني والأكبر هو انعدام القانون وانعدام السلام والأمان ووجود السلاح المنفلت من خلال مجاميع في الصباح هم يدعون انتمائهم إلى الحشد الشعبي، وبعد الظهر يتحولون إلى ميليشيات. فبالتالي هذه الدعوات ليست دعوات واقعية ولا تتجاوز حدود الإعلام، الشو الإعلامي، والعودة لا تكون إلا بعد توفر هذه الشروط وتوفر هذه الظروف الآمنة لكي يطمئن المواطن العراقي على حياته. نعم، ولكن هنا السؤال، ليست مفارقة كبرى أن المسيحيين العراقيين لم يخرجوا من العراق فيما يسمى بالحقبة الدكتاتورية وما قبلها، بينما العراق الآن يكاد يفرغ من هذا المكون العراقي الأصيل، ألا تجد ذلك مفارقة؟ يا سيدي الكريم، خلينا نكون واقعين وواضحين. تهجير الكلدان السرياني الآشوريين بدأ من عام 1933 في حقبة الملكية، حيث جرى عليهم أول جينوسايد والمذابح، ومن ثم تلت كل مرحلة تحت غطاء معين، سواء كانت بتسمية قومية أو دينية أو مذهبية أو مناطقية. ولكن الهجرة الأكبر التي يعني حصلت لحقهم بدون أدنى شك كانت بعد 2003، حيث ما تسمى الديمقراطية في العراق وإطلاق أيادي مجاميع عسكرية وتحمل السلاح خارج الدولة وخارج القانون. هذه هي الأسباب. أما إذا كنا نتحدث عن موضوع تهجير المسيحيين الكلدان السريان الآشوريين العراقيين، بدأت منذ عام 1933 وعبر موجات وعبر مراحل معينة إلى يومنا هذا. طيب برأيك لماذا يعني استهدف المسيحيين أو استهدف المسيحيون العراقيون مجتمعا وممتلكات خاصة بطبيعة الحال، وهم لم يكونوا طرفا في أي صراع تفجر بعد عام 2003 في العراق؟ بسبب ولائهم للوطن وبسبب عدم قبول على أنفسهم أن يكونوا جزء من هذه العملية الفوضوية، وبسبب امتلاكهم عقلية الدولة وعقلية مدنية، وعدم جنوحهم إلى السلاح. فالسبب الرئيسي هو من يعني يدعو أو يجبر العراقيين في مقدمتهم الكلدان السريان الآشوريين وبقية المواطنين الآخرين حتى، هو بسبب توفر أو وجود هذا السلاح المنفلت، وعدم وجود دولة قوية تفرض قانونها وتحد من هذه الممارسات المافيوية والميليشياوية التي تحدث اليوم في العراق للأسف الشديد. يعني كما ذكرت، يعني معظم العراقيين أو المسيحيين يعني العراقيين بطبيعة الحال الذين فروا من البلاد فروا بسبب الميليشيات وعجز الحكومة عن توفير الحماية لهم،
السؤال هنا، ألم تقل الحكومة وقواتها الأمنية أنها خاضت الحرب ضد داعش لإبعاد شره عن العراقيين جميعا ومنهم المسيحيون؟ في الحقيقة مع جل احترامي وتقديري، أنا أعتقد موضوع الانتصار على داعش، وأنا عبرت من خلال تغريدة على تويتر، هي عبارة عن كذوبة. الداعش أنواع، ربما الداعش العسكري الأكبر هزم، ولكن لا زال هنالك هجوم الكر والفر من قبل يعني مجاميع داعشية في مناطق مختلفة، في كركوك وفي مناطق سهل نينوى ومناطق مختلفة في العراق. أما إذا كنا نتحدث عن داعش الفكري، فالداعش الفكري هو الأخطر الذي يتعشعش في عقول كثير من المجاميع وعند البعض من رجال الدين من خلال الخطب الدينية المتشددة ومن خلال الفساد الموجود. الفساد الموجود هو أسوأ من الداعش بحد ذاته، بالإضافة إلى هذه يعني هذه الولاءات الطائفية والولاءات الغير الوطنية هي الأخرى، داعش أسوأ من داعش العسكري حقيقة. نعم، إذا كنت ضيفا عبر الهاتف من أربيل النائب السابق جوزيف سليوة، شكرا جزيلا لك.